كيتعقد هذا الجمع اللي هو جاء استثنائي بناء حول طلب طبقة الشغيلة اللي كيدور تحت الشعار العدالة الأجرية، صمم أمان السلم الاجتماعي، وحاول إصلاح منظومة الأجور وحماية السائقين المهنيين والمراقبين. هذا الاجتماع تحضروا السائقات المهنيات والسائقين المهنيين شركة النقل الحضاري أزر البيضاء للتعاون بين الجماعات. اليوم احنا بصدد هذا الاجتماع هذا لضمان الامن السلم الاجتماعي داخل المؤسسه. اليوم فاش كنلقاو بان مفارقات ديال الاجور بين العمال وكيتستثنى منها فئه السائقين المهنيين، هذا يحدد المشكل، هذا في حد ذاته مشكل. اليوم غادي نقوم بواحد اللقاء تواصلي نظرا للطلب ديال الشغيله، الموضوع ديالو هو العداله الاجريه وحفظ الكرامه ديال العمال والعاملات بهذا القطاع، وغادي نتحاوروا على المشاكل التي تهم هذا القطاع ديالنا. عندنا مشكل ديال المواكبه الامنيه، العداله الاجريه، والانشطه الاجتماعيه ديالنا اللي غتهم العمال والعاملات ديالنا.